والقضية قضية رجال صحيح. القضية هي قضية تاع رجال. والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل تاع رجال. اختيار رجال حتى نكون صريحين يعني. هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا أقول إذا كان قلنا نعم نكون غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم ونفتخر به غدا ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنالوش بلي رانا سيادك ولا نحن أمراء عليك. ما قلناش بأننا احنا أمراء على هذا الشعب. قلنا بلي رانا خارجين من وسط هذا الشعب، ونعرف المشاكل نتاعو، ونعرف الصعوبات نتاعو، ونعرف الإحساسات نتاعو، ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء الشعب ونحن في خدمة هذا الشعب. وليس ثورة عائلة مالكة. الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الارض ولا تحت الارض. خدامين احزاب. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبه. ما فيش اقصد المراقبه الاداريه، ما كانش عندنا اداره كما راه موجوده اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولايه الرابعه من الورشنيس وهاز شقاره نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، ثقة بين المجاهدين كمجموعة تعتبر المصير نتاعها واحد. الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل لأن أخذنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا. ما نفهمش أبدا. عارفين بأن هذوك اللي ماتوا، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. نحن علينا التاريخ يا خوانا، نحن علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النكبة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة. إن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات لها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه في يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرة المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب، لأن ما استعملناش كل وسائل الدالة. ما خسرناش الحرب. أن الشرف أصيب بنفسه.
أن العرب خسروا معركة، لكن يحتمل من التاريخ كخونة، يحتمل من التاريخ كمنهزمين، يحتمل من التاريخ لأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قادمنا هذه الهزيمة، وإذا كان قادمنا هذه النساء، الجزائر ما تقبلش الهزيمة. أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل وسائل نتاعنا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الأسلحة. كل حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة، المجد نتاع المجاهدين نتاع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال، ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع انتهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم، يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. ناس حست بشيء، الكهرباء، الماء، الطريق، هذه أشياء ربما بسيطة لكنها تبين الفرق بين سكان مثلا القسنطينة أو الجزائر أو وهران، سكان تاع الجبال اللي حتى القرابة نتاعهم حربة العدو، واللي صبحوا محطمين لا يملكون شيئا، نبقى أمامهم إلا أمل واحد وهو الهجرة، الهجرة نحو الداخل والهجرة نحو الخارج. هذه الأرياف اللي هي مثل القاعدة نتاع الثورة المسلحة، هذا ما هو الشيء اللي نخلق فيه أنا. هذا ما هو الشيء من عندي أنا نقول فيه للدفاع عن الأرياف، ولكنه التاريخ، ولكنه التاريخ الذي سطر بدماء الأحرار. المعاقل متاعنا لما كانت الضيق بين الدنيا وإن كنا نمشي أثناء الحرب، إذن هذه البادية كان لابد أن نهتم بها. كيف نهتم بها؟ كيف نحل مشاكلها؟ هل بإصلاحات بسيطة نحل هذا المشكل الكبير، مشكل ملايين الناس؟ هل ببعض الإجراءات الصغيرة؟ ما كان إلا حاجة واحدة لتحل مشاكل الأرياف، مشكل الأرياف، هو ثورة زراعية. اللي معناه بأفكارنا وأرواحنا لنترحم على شهداء الحرية، شهداء هذه الناحية، أمثال لطفي طاهر من الآلات